لمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة الريحانية تركيا الخبير العسكري السوري أديب العليوي. أهلا بك أستاذ أديب. أهلا بك. بتزامن مع نفي الجيش السوري الحر توصل أي اتفاق مع الروس بشأن الانسحاب من درعا، ما هو السيناريو المتوقع بعد فشل هذه المفاوضات للمرة الثانية؟ نعم، تحية لكم، تحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة روسيا لا تريد أن تتفاوض، هي ما تسميها تفاوض حقيقة هي إملاءات، وما تسميه مصالحات حقيقة هي صورة إذعان واستسلام لروسيا ومن ثم النظام يسلم يعني هذه المناطق كما حصل في الغوطة كما حصل في ريف حمص. لاحظنا أن هناك اتفاق بين روسيا وبين على أساس أن تكون ضامنا، لكن الحقيقة روسيا خدعت الجميع. هي منذ بداية الستانة يعني حاولت الالتفاف وحاولت أن تخدع الجميع بعد أن قسمت الثورة إلى أقسام وإلى مناطق خفض التصعيد، وبالتالي الآن تحاول أن تقسم المقسم، يعني تحاول أن تقسم المنطقة الجنوبية، تحاول أيضا أن تتفاوض مع كل فصيل على حدة. يعني هناك اليوم فصيل استسلم للنظام الحقيقة أسود السنة أو يعني أحمد العودي رجع يعني تفاوض مع الروس واستطاعوا ان ياخذوا من حكم الثوره الى حكم النظام بطريقه او باخرى، وبالتالي انا اقول ان روسيا ليس لديها اي شروط للمفاوضات او للمصالحه، الحقيقه هي لديها شروط للاملاء والاذعان لان تستحكم في هذه المنطقه وتسيطر عليها ثم تسلمها للنظام، وهذا ما لا يرضى عنه ثوار الجنوب وخاصه غرفه العمليات المركزيه التي حسمت أمرها بأنها ستقاتل حتى آخر فلقة وآخر مصدر. منذ بدء الحملة العسكرية على درعا وهناك أنباء تتوارد عن مصالحة المعارضة مع النظام أو أن الأخير حقق انتصارات في بعض القرى المحيطة بدرعا، ما حقيقة الأوضاع العسكرية في المدينة ومحيطها؟ وأرجو منك توضيح ما يتعلق بالعودة، لم أسمع جيدا حديثك عن هذه النقطة. يعني أنا أقول أن روسيا تحاول أن تقسم يعني الفصائل ايضا والمنطقه الجنوبيه كما قسمت في يعني سوريا مناطق خط التصعيد، وهناك فصيل سود السنه تم يعني الحقيقه من خلال احد الوسطاء وهو خالد المحاميد الذي هو ولي امر وهو حلقه الوصل مع روسيا، ومع احمد العوده الذي هو يعني احد قاده الاساسيين لسود السنه في البصرة الشام، وبالتالي يعني استطاعوا اقناع هذا الفصيل بالانضمام وتسليم اسلحه ثقيله والخضوع للشروط الاذعان التي فرضتها روسيا في يعني في خداع معين. وبالتالي حقيقه انا اقول ان غرفه العمليات المركزيه يعني حسموا امرهم بقيه الفصائل على ان يقاتلوا الى اخر فلقه والى اخر نقطه دم. بالعوده الى السؤال الذي تفضلت به، يعني الحقيقه في المناطق او في الايام الاولى للمعارك استطاع النظام والميليشيات الشيعيه ومن من خلال القصف الممنهج للطيران ومن خلال سياسه الارض المحروقه التي يستخدمها الطيران الروسي استطاعوا التقدم الى بعض المناطق، ولكن الحقيقه في هجمات معاكسه استطاعت الثوار يعني السيطره اعاده السيطره على العديد من المناطق. نعم. منها مثلا السهوه وغصن وكحيل والجيزه والمسيطره والمتعية، هذه المناطق يعني استطاع الثوار ارتداعتها وكبدوا النظام والميليشيات العديد من القتلى والجرحى، اضافه الى تدمير مجموعه كبيره من الدبابات وصلت الان الى 10 دبابات، لكن ماذا يحصل بالضبط؟ الحقيقه ان النظام الذي والطيران الروسي الذي يقوم بالتمهيد من خلال رجمات المدفعي ورجمات الصواريخ ومن خلال القصف الممنهج للطيران الروسي الذي يحيل الارض الى ارض محروقه وما يسمى بسجاده النار، من بعد ان يحيلها الى ارض محروقه تتقدم الميليشيات الشيعيه الحقيقه دون قتال، لم يكن هناك معارك بريه، وفي كل المعارك البريه التي تم خوضها بين الثوار وبين يعني الميليشيات الشيعيه بعد ان يتم تحييد الطيران تكون خاسره وتكون لصالح الحقيقه الثوار. في هذا الصدد انا اقول هذا 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 الموضوع، نحن نعلم بالعلم العسكري لا يوجد حسم للمعركه من خلال الطيران الا في معارك التي تجري في سوريا. نعم. لماذا يعني الا في المعارك التي تجري في سوريا؟ نعم. لانه المجتمع الدولي الصامت والذي يضغط على ما تفعله روسيا
وما يعني ما سنتحدث عن ذلك. هذا هو السؤال يا أستاذ أديب. مستشار الأمن القومي جون بولتون كان صرح بأن الإطاحة بنظام الأسد ليست قضية استراتيجية بالنسبة لواشنطن، وتسعى الأخيرة في الوقت ذاته لطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا. كيف تقرأ هذا التصريح في وقت يكشف فيه معهد واشنطن للدراسات أن إيران باقية مدام الأسد باق ومتخفية داخل قواته وتهاجم الآن في درعا؟ كيف تقرأ كل هذه التناقضات في الموقف الأمريكي؟ هو للأسف الشديد هي وسط الحقيقة بين روسيا وبين إسرائيل أولا، ومن ثم بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية بمبارك إسرائيلي. يعني الآن الحقيقة هناك لقاء بين ترامب وبين بوتين. أعتقد أن سوريا هي الجزء الأساسي، بمعنى أن تقدم سوريا إلى 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 القسم الذي تسيطر عليه روسيا، تقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على طبق من ذهب كما قدمت العراق قبلها إلى إيران، تقدم إلى روسيا على طبق من ذهب، ومن ثم تساندهم روسيا في صفقة القرن. بمعنى آخر أن الجنوب أصبح حلقة في مسلسل لسوريا، ولكن سوريا المشكلة سوريا كلها هي حلقة في مسلسل أكبر من منطقة. وبمعنى هناك مفاوضات في مدار سياسي، يعني بمعنى أن تقدم يعني الولايات المتحدة الأمريكية فرض ببقاء الأسد، وتقدم الجنوب هدية إلى روسيا مقابل أن يدعمهم في صفقة القرن، ومقابل أن يتعاهدهم في صفقة الإيرانية إلى مسافة أكثر من 40 كيلومتر كما ترضاها إسرائيل. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري السوري أديب العليوي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة الريحانية تركيا.